قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد. ولهذا كانت الأمانة صفة ملازمة للمؤمن وثابتة، ولا تخضع لردود الفعل أيا كان حجمها. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الإمام أبو داود. وكذلك أيضا الأمانة لا تتجزأ، فقد جاء هذا واضحا في كثير من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا، أي كان خيانة في الأمانة أو خيانة في الغنيمة، كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه الإمام مسلم.